يا شيخ مصيبة يا شيخ. نفلة جاها شيخ؟ نفلة ما لقيتها، بس لقيتها هذا. وش هذا؟ هذه إذن رحال الشمال يا شيخ. إذن رحال؟ رحال وينه؟ ما لقيته، بس لقيت ابنه. هذا اللي تقول انه شجاع. يا مهزر لا تطنز على الثاني. لو ما هو شجاع ما قطع وذنه. اكيد انه قاومهم وقطع وذنه. الكثره تغلب الشجاعه. الظاهر يا شيخ انهم عرب الشيخ هرجة. ومن غيره. انا وريت يا العرجة. جهزوا الخيول، نبي نغزيهم الليله. نعم، نفلة بنتنا وعرضنا، ولازم نحنا نطلق صراحة بقصر. ايه يا نفلة، وش قاعدة تسوين يا نفلة يا بنيتي؟ أنتي جوعانة ولا شبعانة ولا حرانة؟ الشيخ وش يقول؟ لا تلومه يا مهسر، لا تلومه، الصدمة قوية عليه المسكين. والرأي يا جماعة، والرأي. ايه الراي. انا اقول يا شيخ لازم نحن نصبر وما نهجم عليهم، نصبر لهم كم من يوم، لانهم هالحين مستعدين لنا، ولو هجمنا عليهم خسرنا الكثير من الفرسان ولا قدرنا نطلق سراح نفلة. اللي تقولي فيها الخير. ايه بس يا شيخ ما قلت وش نسمي هالمعركة. اي والله أقول نسمي ذا المعركة، نسميها معركة إذن الدفنة. إذن الدفنة؟ أي معركة إذن الدفنة. وذ الرحال هذه علقوها على عمود الخيمة وما تنزلونها إلين نرجع من تصريد. تم.